أهلا بكم من جديد. تذمر كبير من إنتاج مباريات الدوري السعودي في الشارع الرياضي. أبرز تعليقات الجماهير فيما يلي. محمد القناص: أنا أتوقع أنه ينقص الدوري السعودي نقل تلفزيوني احترافي وليس قناة مملوكة تكون حكومية، لأنه الحكومية هذا إنسان يأخذ أجره كيف ما اتفق، يعني بيقدم رسالته كيف ما اتفق عادي، ما يهم الجودة. لكن لو كانت قناة احترافية زي ما شفناها مع الـ ERT كان شفت الفرق، وانت شفت الفرق الدوري السعودي كيف صار تصوير تقريبا مرة سيء، رغم انهم جايبين كفاءات عالية، بس هذه النقطة تقريبا اقوى نقطة. يعني في مباراة النصر والشباب هدف ما شفناه الا بالإعادة، هذه ما صارت في في في, في جميع الدوريات، ما شفت هدف الا بالإعادة. يعني تخيل انت بالك مع هجمة معي، وفجأة تلقى المخرج ناقز لك على الجمهور والمعلق قاعد يعلق، طيب والمباراة؟ إخراج الدوري السعودي سيء بكل أمانة. الدوري زين مثل ما معروف هو الدوري الأول في الوطن العربي، والتغطية أقل من المستوى، من إذاعة، من عدد كاميرات في الملعب، من نوعية العرض، من نوعية الكاميرات، كله دون المستوى. يعني دوري الإسباني أوكي، يعني الدوري الإسباني الكاميرات بكل الملاعب وكاميرات رقمية وتصول في الجول في الملعب، اما الدوري السعودي يعني في ابطال، في منتخبات، في كذا، بس مهضوم حقهم انه لا تصوير جيد، لا بث نقل حي مباشر بتقنيه عاليه، يعني نتمنى انه يكون في احسن. هناك من يريد ان يشاهد الدوري اجمل واجمل من شركه الانتاج التي تقوم بانتاجه حاليا هي الخبير الرياضي. اتوجه الى الرياض حيث يلتحق بنا من هناك احمد المقيرين رئيس هذه الشركة التي فازت بعقد إنتاج الدوري السعودي، لكنها تلقى تذمرا واتهامات قوية وقاسية. أهلا بك أولا سيد المقيرن، شكرا لحضورك في هذا الظهور الأول لكم إعلاميا. يبدو الرياض بردت يعني، لكن هناك قسوة ساخنة على شركتكم، كيف تعلق أولا على ما سمعت من أراء الشارع الرياضي قبل أن أبدأ في أسئلتي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أشكر اهتمامك أخوي بتال، من حق أكيد الشباب أنهم يطالبوا بالجودة، ونعترف به فيه هناك تقصير، ولكن إن شاء الله ننتهى. نعم، طيب ما هي الأخطاء في نظرك أنت التي حدثت وأدت إلى ما يحدث الآن من نقل غير مريح أو غير مقبول؟ خليني أقول والله يا اخوي بتال، شوف هي الحمله، يعني انا اتذكر كنت في مداخله في احدى القنوات الاذاعيه، فالحمله بدات يعني مع يعني احترامي لكل من يبدي رايه، بدات قبل ما نشتغل يعني. فهذه طبعا ما في شك تحس ان احيانا مستهدفه او يعني تسرع من الاخوان الاعلاميين او الجمهور. طيب ليش بدات قبل ان يعني موضوع شخصي مش مهني؟ لا 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 ان شاء الله لا، بس انا اذا تسمح لي اخوي بتال الوقت، انا اعرف وقتك ما شاء الله عليك. ما في شك ان اتمنى من الاخوان اللي يتابعون الموضوع النقد التلفزيوني انه رسي علينا في نهايه رمضان، يعني كانت فتره اجازه العيد، والوقت الجميع يعرف اللي له علاقه ب نشاط تجاري مع خارج المملكه يعرف انه الاجراءات الاستثمار الأجنبي تحتاج إلى إجراءات وإلى بروسيس معين زي ما يقولون. نعم. مع سواء دور حكومية ممثلة، فهذا الوقت ما في شك أنه هو اللي يعني حقيقة يعني، ولولا وقفة من إخوان في وزارة الإعلام اللي كانوا في رمضان كانوا يتسحرون في مكاتبهم في العيد، تعيدوا وتركوا عيالهم، ولكن صراحة تتألم أنه هناك مع احترامي شباب متحمس ويطالب بالجودة من حقه، ولكن ما في أحد حاول يوصل له الرسالة أن هناك جنود مجهولون يعملون ليل نهار في وزارة الإعلام وفي الشركات المعنية بالمشروع، ولكن صعبة يعني. طيب هناك جنود، يعني هناك جنود نشكر جهودهم، لكن المنتج لم يكن مرضيا، يبدو الجنود يعني لا ليسوا متخصصين. أخوي بتال أنت يعني ما في الوسط الإعلامي، وأنا متأكد أنك تعرف أنك أنت تستطيع أن تؤمن عدد كبير من المصورين والمخرجين في وقت وإكويبمنت زي ما يقولون سيارات HD. نعم. في خلال 3 أسابيع يعني حقيقة كانت، وفتسمح لي ففرصة أني أشكر يعني هناك مؤسسات حكومية وزارات حكومية شاركت في الوقفة معنا كواجب وطني،
ولأن الجميع يعرف أن هذه أخي بتال هي يعني تعتبر امتدادا لوقفات خادم الحرمين الشريفين حفظ الله. نعم. وتوصياته لأبناء الوطن من معلمين وعسكريين ومدنيين، هذه هي هدية إلى شباب الوطن من خادم الحرمين. عشان كذا احنا نعمل لتأمين هذه الهدية بأفضل وسيلة. طيب انت راضي يعني إذن عن النقل المقدم؟ لا انا اعترف، انا عشان كذا اخوي بتال جزاك الله خير، انت سبق واتصلت فيني اهتمامك وقلت اخوي بتال انا اتمنى ان يكون وجودي معك في وقت احس انه فعلا قدمنا تجاوزنا 80%. وعشان كذا تسمح لي اخوي بتال انه الجميع يعني ارجو ان يقدر انه كل يعني شخص يملك حس وطني في هذا الوطن وقف معنا. وزاره الخارجيه حقيقه ممثله في سمو الأمير خادم سعود بن خالد وكيل وزارة الخارجية، حقيقة سخرنا جميع السفارات القنصليات اللي لها علاقة بمشروعنا وجميع الإخوان، ولكن للأسف الناس اللي يكتبون يعني لو رجعت إلى إيش المعلومات اللي عندهم مع احترامي ثقافتهم لهم علاقة ببزنس، ما أعتقد أنه حقيقة أحد يعرف. طيب. يصل إلى المعلومة الصح. طيب أحمد، أنت لك علاقة بالإنتاج التلفزيوني أو الخبير الرياضي؟ شوف نعم كتب، ما في شك أن الناس كتبوا، بعض الأخوان في النت وكتبوا وناس عتبت على الموضوع. فرصة أخي بتال، الجميع يعرف أن المشروع النقل التلفزيوني هو مشروع رياضي تقني، ولهذا هناك تحالف بين مؤسسة خبير رياضي اللي الآن حولت إلى شركة بشراكة، بحكم أن مؤسسة خبير رياضي لها نشاطات رياضية ومشاريع رياضية مع إحدى أكبر الشركات في المملكة وفي المنطقة اللي هي مجموعة البلاع واللي يمثلها الشركة الوطنية للتقنية السعودية. وهذه الشركة أنا ما أبغى أسوي دعاية للشركة، الجميع يستطيع أن يسأل في أي مجال في مساحة تجارية أو في غرفة تجارية يعرف حجم مجموعة البلاع والشركة الوطنية للتقنية السعودية. أحمد نتحدث في خدمات الآي تي. نعم أحمد نتحدث يعني معلومات تقنية والمعلومات الرقمية قد تكون بارزة فيها الشركة، لكن نتحدث عن إنتاج تلفزيوني، نتحدث عن شاشة تلفزيون تنقل مباريات، إخراج مباريات، مصورين، كاميرات على نوع عالي، جرافيكس، أشياء من هذا النوع يعني غير موجودة لديكم. أنت تقول الصحفيين يتحدثون وهم لا يعرفون معنى الإنتاج التلفزيوني. أنت أيضا يعني رئيس مجلس إدارة الخبير الرياضي ليست شركة إنتاج تلفزيوني، خبير رياضي ليس نشاطه إنتاج تلفزيوني، وضح لنا. أخوي بتال، النظام أول شيء عقد الوزارة كان يفرض التحالف مع شريك أجنبي، أنت علشان توجد التقنية الأجنبية عندك والخبرة يجب أن تتحالف مع خبرات أجنبية وتقنية أجنبية وتبدأ تسخرها في الجو السعودي في المنشآت الرياضية السعودية. نعم. وهذا النظام اللي جميع الشركات الوطنية والمؤسسات الحكومية زي سابك أرامكو تأسست بكوادر أجنبية وخبرات وهي مؤسسة حكومية، والآن ما شاء الله يديرها كوادر سعودية، وإحنا ماشي على نفس الرتم، ما جبنا شيء جديد يعني. طيب جميل جميل. أرامكو أعتقد تجاوزت 50 عام، لا نستعيد هذه التجارب ها؟ وهذا إن شاء الله إحنا بعد 50 عام أذكرك إن شاء الله فيه. لا ما نبغى ننتظر يا أحمد 50 عام. نبغى نشوف الدوري كويس الله. جميع كوادر 50 عام ما نعرف وين نكون. لا لا أنا على كل حقيقة حتى الأجانب أخوي بتال أشكر حقيقة جميع المسؤولين وزارة الإعلام على رأسهم معالي الوزير اللي كان يتصل قسما بالله يعني يوميا بمتابعة، سمو وكيل وزارة الإعلام الأمير تركي بن سلطان اللي الناس للأسف تجهل هذه المعلومات، أنه حتى في أيام مرض والدته الله يسكن الجنة في فرنسا كان يتصل معنا دائما، وحتى في أثناء تواجد فريق العمل في بريطانيا طلب منهم الزيارة وأبديت له كامل عن حجم الشركات الموجودة، وكان لديه معلومات حقيقة تفاجأنا فيها عن أكبر الشركات الموجودة في أوروبا في إنتاج الدوري. جميل. أحمد ليش ما طلبتوا الاستعانة بقدرات وزارة الإعلام السعودية؟ هي شريك معكم، بما أنكم لستم قادرين أو جاهزين لضيق الوقت كما تقول في إنتاج دوري سعودي واضح على الشاشة، يعني ليش ما طلبتوا إمكاناتهم على الأرض، سياراتهم، مصورينهم، مخرجينهم؟ بالعكس، لا أخفيك أخي بتال، الشهر الماضي كان في مرينا بفترة تنويع الكوادر الأجنبية، لأنه حقيقة أنت ملزم بجودة وملزم بإنتاج مشروع جديد في مجتمعنا في مشروع النقل الدوري السعودي. لولا وقفة الإخوان في وزارة الإعلام كان ما أحد تابع ولد، لأنه وصلنا مرحلة كانوا الشباب السعوديين كانوا فعلا شالوا الأمانة وشالوا الحمل،
ولكن ما فينا نستطيع أخي بتال في كل صغيرة وكبيرة. طيب. أطلع الإعلام فيها، الإعلام ما شاء الله يعني شذبنا وشب فينا وإن ما علمنا شنو علمنا وش أمورنا. لا مو لازم تعلمهم، عطهم منتج كويس، إحنا ما تعلمهم شيء، ما نبغى تفاصيل، يبغوا يشوفون مباريات، يبغوا يشوفون أهداف كويسة، ما يشوفون يعني صاروا يشوفون الأهداف بالإعادات، صاروا يشوفون صوت المعلق في الجولة الأخيرة في مباراة الهلال والأنصار، عمرو عبد الله صوته كان يختفي ومرات كان يأتي متأخرا، صوت الجمهور مختفي تماما، أسماء اللاعبين على الشاشة تخرج خاطئة، كل هذا أي يرضيك؟ بالعكس أخي بتال، عشان كذا أنا الله يجزاك خير اعتذرت عنك كثير عن وجود، إلا لما أحس أني في مكان أو في وقت فعلا وصلت إلى مرحلة كبيرة من الجودة. أي مشروع أخي بتال قلت لك في ضيق الوقت والتوافق مع والتواصل مع شركات أجنبية، ما في شك انك يحصل خطأ في المعدات، تأخر في الموانئ، الأجانب تعرف عشان يجي يتكيف في التعايش مع الأخوة التقنيين، انك انت جمعت عدة جنسيات مختلفة، فهذا فأي مشروع أخي بالتالي يعني أنا أنت تعرف البزنس والجميع يعرف مع احترامي لكل المستمعين أنك أنت تبدأ تقييمك لأي مشروع على الأقل شيء زي ما يقول البزنس الفيرست كوارتر. طيب. الربع الأول نحن ما كملنا شهر والإعلام ما شاء الله ما قصر فينا. طيب أحمد، ليش كثرت الاستقالات في الشركة الفترة الأخيرة؟ يبدو أنه خلافات داخلية بينكم الآن، في انقسام بين الشريكين، يعني يبدو أنه في فض للخبير الرياضي في الفترة الأخيرة، صحيح؟ ابدا يا اخوي بتال، ما في شك ان الاسم اللي تردد وكان له دور حقيقه يشكر عليه، قلت لك هي تحالف شركات وطنيه مع شريك اجنبي، كان هناك عندنا احد الشباب المهندس نبيل وكان له دور، وتعرف الشراكه يختلف احيانا المجلس اداره او الرؤساء التنفيذيين في توجهات معينه، ولكن راى الاخ نبيل انه يتولى اداره مشاريع ثانيه، قلت لك المجموعه الانتاجيه ومجموعه طيب. احمد مقير لدينا مشاريع متعدده في مجال التقنيه فليس طيب. ولكن الاعلام ما شاء الله يحاول يوصل معلومات مغلوطه شوي. طيب اريد ان اسال ايضا بانه قبل الجوله الماضيه قيل بان التلفزيون السعودي سحب منكم بعض الصلاحيات وطلب توظيف بعض المخرجين لنقل بعض المباريات كحل بعد الأخطاء القوية التي حدثت في مباراة السعودية وتايلاند والأخطاء التي حدثت في الجولة الأخيرة، هل هذا صحيح؟ سحبت منكم بعض المواقع؟ أبدا والله شوف أخي بتال، أنا طبعا ما في شك يعني صاحب سلعة وبعطيك الأمور الإيجابية، ولكن الحمد لله أنه في ثاني يوم الأستاذ عبد الرحمن الهزاع المشرف على القنوات الرياضية ومسؤول رده بنفسه كممثل وزارة الإعلام، هناك بعض الصحفيين الله يجزاهم خير يستبق الأحداث ويجتهد ولكن ما فيك يعني تفتح لهم مجال للرد والذي يعني وقتنا انا اتمنى ارد عليهم بالجوده ولا احاول نتطاول يعني لا سمح الله نبدا نترد في الاعلام. طيب. وهي الاساس يعني احمد تتابع مباريات انت في التلفزيون ولا تحضر الملعب؟ والله انا من يوم ما وصلنا في هذه المرحله من مشروع صرت حقيقه اتابع لاني انا بيني وبينك في نفس الوقت سمو الأمير تركي سلطان لأنه هو المسؤول عن القنوات الرياضية أضطر أجلس لأنه يتصل فيني ويعطيني ملاحظات على كل صغيرة وكبيرة يعني شوف على التلفزيون أجبرت يعني حقيقة أن أكون متواجد. إيه طبعا لأن تعرف تتوتر ولا لا لما تشوف على التلفزيون؟ وأكيد أكيد يعني أنا بالعكس أنا أكد لك أني فعلا تكدرنا لما صارت موضوع مباراة شباب النصر، صارت موضوع بعض اللقطات اللي لا يرغبها الإعلام الرياضي، ما في شك إن يعني الجميع يطالب بالجودة، هو هم وطني يا أخوي بتال، معالي الوزير سموك الوزارة الجميع يرغب يقدم الجودة، ما حد له مصلحة أنه لا سمح الله يقلل من الجودة أبدا. أحمد ما قدمته الخبير الرياضي في الموسم الأول الآن ونحن نمضي إلى الجولة التاسعة، يعني هل يلغي حضور الخبير الرياضي في العام المقبل لأنه عقدكم لمدة سنة فقط، يعني ما قدمته أساء لكم أفضل أكثر مما قدمكم للوسط الرياضي؟ أخوي بتال نختلف معك في موضوع أساء لكم، أول شيء هذا قرار ما في شك أنه يعتمد على جودة العمل، القرار طبعا قرار مؤسسة وزارة الإعلام ولا يستطيع أحد أن يقرر، الإعلام يحب يثير هالمسائل هذه ولكن عشان كذا نطمح انه نقدم الجوده عشان نستمر. جميل. ان شاء الله قلت لك انا الحمل اللي يفقده بعض الاخوان انك انت تقدم هديه خادم الحرمين الشريفين لشباب الوطن، فهذه الهديه نتمنى ان نقدمها بافضل صوره ممكنه. جميل جميل. طيب احمد كيف حصلتوا على العقد؟ قيل بان عقدكم ليس الاعلى.
انا قلت لك اخوي بتال مع احترامي لكل الشركات، اصلا لا يوجد هناك اي شركه موجوده متخصصه في النقل التلفزيوني. حصلنا على عقد لان التحالف الموجود، قلت لك المشروع الرياضي تقني، الخبير الرياضي او مجموعه المجال في نشاط رياضي، مجموعه الانتاجيه الشركه الوطنيه مجموعه البلاء تقنيه في الاي تي، وهذا هو والتحالف الاجنبي كان ناجح. احمد في الختام تعد بالتطوير في الايام الجايه في الجولات الجايه في عجاله، الوضع لا يرضي. اعد ان شاء الله اعد، بس انت ان شاء الله يعني انت خف علينا شوي، تراك ما شاء الله عليك. انا اول مره احكي عن الموضوع احمد، اول مره احكي عن الموضوع. لا لا انا قلنا لبعد الجوله الثامنه وحكينا بعد الجوله الثامنه. لا تسلم بس انا والله اخوي بتال تعرف كل من قلت له بروح من بتال قال يا ولد ترى بيحاشرك انتبه. قلت انا وصلت رساله وارجو انها وصلت. ارجو لك التوفيق احمد في قادم الايام، ارجو ان استضيفك والجميع في الشارع يشيد بنقل او بانتاج الخبير الرياضي وليس كما شاهدنا الان. شكرا جزيلا سيد احمد المقيري رجل الاعمال وهو ايضا منتج الدوري السعودي حاليا على شاشات التلفزيون الرسمي السعودي، شكرا لك لما اوضحت. وقفه قصيره نعود بعدها لنتابع في المرمى وفي قحطاني الازرق يتذكر الهلاليون ساعدوني على اكمال دراستي العليا ناجحون بعد الاعتزال.